أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين مقيمين بالخارج بالرباط بالتعاون المتميز مع المغرب في مختلف المجالات، وعقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وصف غوياتي العلاقات مع المغرب بالتاريخية منوها بالممارسات الفضلة التي تطبع التعاون القائم بين البلدين. من جهة أخرى، أكد الوزير الغيني احترام بلاده للوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أن الوحدة الترابية للمغرب يجب أن تحترم، ملفتا إلى أن الأمم المتحدة هي الإطار الحصري للمناقشات حول قضية الصحراء، مؤكدا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة هو اليوم المبادرة الوحيدة التي تستجيب لهذه المعايير. من جهته، أكد بوريطة أنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج على تفعيل آليات التعاون الثنائي المتوفرة والمتعلقة بالحوار السياسي وآليات اللجان المشتركة. لقاءنا كيجي في إطار العلاقات المتينة القوية والمتجذرة بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، علاقات كانت دائما قائمة على الاحترام المتبادل، على التضامن وعلى التعاون. الزيارات اللي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى غينيا أكثر من مرة ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. اليوم علاقتنا هي علاقات كنا نقولوا نموذجية في كل المجالات. كاين هناك تشاور دائم، كاين هناك تنسيق في مجموعة من القضايا، وكاين هناك تعاون من خلال مجموعة من المشاريع اللي كان أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال الزيارة إلى كوناكري، وآخرها كانت في 2016 و2017. علاقتنا اليوم كذلك قائمة على مساندة بعضنا البعض، والمغرب وجلالة الملك والمغاربة كيقدروا المواقف الثابتة لغينيا من قضية الصحراء المغربية، واللي كانت دائما موقف داعم وموقف متضامن. والمغرب في نفس الوقت كيوقف بجانب غينيا في كل المراحل من تاريخها، وهو اليوم يقف إلى جانب غينيا والشعب الغيني في هذه المرحلة المهمة من تاريخها الحديث لدعم الاستقرار ودعم التنمية في هذا البلد الإفريقي الشقيق.